ثم أما بعد أيها المؤمنون، فمع مفهوم العهد والميثاق في القرآن العظيم انطلاقا من قوله جل وعلا فيما سبق تلاوته وبيان بعضه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآيات. وسبق بيان مال العهد والميثاق من أثر، وأن الميثاق من التوثيق، وأن الميثاق هو العهد الموثق، وكان الله جل وعلا يأخذ العهود على بني آدم، أخذ العهد عليهم وهم في صلب آدم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريات، أخذ أي بالتقدير أخذ العهد منهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآيات. ولم يزل الدين كما بينت آنفا ومن قبل عهدا في ربقة المسلم ما دام قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالعهد الموثق هو الميثاق، وقد سبق في هذا كلام. الإسلام إذن بأصوله وفروعه بأركانه وكل متعلقاته هو العهد الذي عاهدت عليه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مذ شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بوعيك التام، فذلك هو العهد وذلك هو ميثاقه. فلا نقضى إذن للعهد ولا تراجع عنه لدى المؤمن، وإنما قد يفتر ويضعف، لأن النقض يعني التنصل من ربقة الإسلام والعياذ بالله. وإنما الخطر الذي يتهدد المسلم في إيمانه هو أن يضعف ويفتر ويطول العهد بينه وبين عهد الله، بينه وبين ميثاق الله، فيؤدي به ذلك إلى ضعف الالتزام بدينه والتفويت والتفريط في حقوق الله جل وعلا، والعياذ بالله قد يصل به الأمر إلى النقض، وهو إعلان القطيعة مع الله جل وعلا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فحتى لا يصل العبد إلى مستوى النقض عليه أن يحارب فتور الإيمان في نفسه، وحتى لا يصل العبد إلى فتور الإيمان الشديد عليه أن يزود إيمانه بأوراد الخير وبمداد التعبد وبمدد الإيمان. وهذا الزاد هو الذي عليه المدار في الدين والتدين والسير إلى الله جل وعلا، نصت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ودرسه العلماء الربانيون والسالكون المربون من هذه الأمة. ونلخصه بحول الله جل وعلا اليوم في ثلاثة مسالك أو ثلاثة أوراد كما يعبر أهل التربية. الأوراد جمع ورد، والورد في العربية هو نبع الماء الذي ترده الدواب والناس. ورد يريد يعني مشى يشرب، بقي يستعملها في البادية كي ورد. من هنا جت الورد، لأنه كنبع الماء الذي يروي عطش الروح ويغذي الوجدان وينمي الإيمان. والعبد الذي انقطعت أوراده لا شك يصاب بالجفاف والقحط، وذلك هو عين الهلاك. والعبد الذي تلطخت أوراده، قد لا تنقطع ولكن تتلطخ وتصاب بتلوث، فحينئذ لا يعرف الصفاء إلى قلبه سبيلا، فلا تستنير مرآة قلبه إيمانا وإحسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أوراد ثلاثة هي التي تساعد العبد على الاستمرار على عهد الله. فالأمر الذي عاهدنا الله عليه بشهادتنا أن لا إله إلا الله هو إفراده بالعبودية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني، أي توحيدا وتفريدا وتمجيدا له جل وعلا، هذا صراط مستقيم. فهذا العهد له رواء يرويه، وكذلك كل أعمال الإسلام المتفرعة عن هذا الأصل، لأن هذا الأصل هو أصل ديال العقيدة،
تتفرع عنه كل أعمال الإنسان. فما يروي ذلك قلت هو ثلاثة أوراد تروي عهد الإيمان وتنميه وتحفظه. أولها الصلوات الخمس، وقد ثبت بالأحاديث الصحاح المتواترة من حيث معناها أن هذه الصلوات من حافظها وحافظ عليها ركوعا وسجودا وقبل ذلك وضوءا ضمن الله له الجنة، فكانت الصلاة لذلك عهدا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام العهد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. في تتمة الحديث فمن تركها فقد كفر، وقد حقق المحققون من العلماء أن الكفر هاهنا ليس كفر اعتقاد، وإنما هو ما يسمى بالكفر العملي، أي أنه شابه الكفار في عمله. فالصلوات إذن ورد، وهذا الذي غاب عن كثير من الناس من المتأخرين خاصة، لأنهم اشتغلوا بالأوراد أذكارا لسانية فقط، بينما الأوراد منها ما هو أذكار لسانية، نعم، ومنه ما هو أذكار قلبية، لا هو بلساني ولا هو بعملي قلبي، وهو التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هو لا يتكلم ولا يعمل شيئا بجوارحه، ولكن يتأمل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، أي أن قلبه ينطق حاله بذلك عندما يتفكر ويتدبر ويتأمل. وقد جعله الله مسلكا للكفار ليصلوا به إلى الإيمان، كما هو في الآية المشهورة التي أدأب على قراءتها كثيرا، قل إنما أعظكم بواحدة، يخاطب الله جل وعلا رسوله في مجادلة الكفار، قل إنما أخاطبكم يا معشر الكفار بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فليس كل الأوراد أذكارا قولية، بل منها القولي ومنها العملي ومنها الوجداني الفكري. فرأس الأوراد العملية الصلاة، الذي يستطيع أن يحفظ هذه الصلوات الخمس بمساجدهن وجماعاتهن وأوقاتهن كان له ذلك وردا من أوراد الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصف ذلك بالرباط في الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه وغيرهما من أهل السنن، حديث المشهور المشهود، هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وفي رواية ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. النبي عليه الصلاة والسلام إذ يسأل هذا السؤال التنبيهي، لأن معنى السؤال في العربية كثير بزاف ديال المعاني ديال الأسئلة، كاين قد يسأل الإنسان سؤال استفهام يعني ما عارف كيسول، وقد يسأل سؤال إنكار يعني سؤال الذي يغضب من الفعل فيسأل سؤال لكنه يقصد به الإنكار والإنذار، كما أنه قد يسأل سؤال تنبيه للتعليم، سؤال تنبيه للتعليم، كما في سؤال جبريل لمحمد عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد فأخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي الحديث فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني إذا كان يصدقه فهو يعلم الجواب قبل أن يسأل السؤال، فالسائل في الأصل يكون جاهلا بالجواب، لكن قد يكون عالما فيدل على أنه لا يسأل من أجل أن يعرف، ولكنه يسأل من أجل أن يعلم أو لغرض آخر مما ذكر. وجبريل في هذا الحديث كان يسأل من أجل أن يعلم بدلالة خاتمة حديث جبريل، قال ذلكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فحينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، سؤال، قالوا نعم، نعم يا رسول الله. ألا أدلكم أيضا، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحينما يسأل المسؤول عن شيء لا يعلمه في سياق من المعلم، يعني تلميذ يسمع سؤالا من المعلم، يعلم التلميذ إذن أن هذا السؤال ما
مقصود منه التعليم، فيكون الانتباه منه أشد، قصد منه الإجابة أو لم يقصد، سواء عرف التلميذ بأنه مطلوب منه جواب أو عرف أنه ما مطلوبش منه جواب وإنما سئل. ففي جميع الأحوال السؤال والتعليم والتنبيه للتعليم في غاية الأمر ونهايته. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره. الإسباغ فسره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرحه، قال: الإسباغ الإنقاء، يعني إذا كنت تتوضأ فتتم الوضوء لتحقق الإنقاء. إن غسلت يدك فاغسلها، تصب الماء وتمرر يدك جيدا لتنظيف اليد من رأس الأصابع إلى المرفق، أو أي عضو غسلته بالوضوء فأنت تنقيه. ولذلك لا يتم الإسباغ بناء على هذا البيان إلا بالثلاث من التعداد، لأنه يمكنك أن تتوضأ ضربة ضربة وضربتين ضربتين وثلاثا ثلاثا كما في الحديث. فالإسباغ إذن أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا. وقال على المكاره، أي حتى في الظروف الصعبة ماديا ومعنويا، أنه بعض الأحيان كتكون ظروف ديال صعوبة الوضوء مادية كالبرد في فصل الشتاء، قد لا تجد ماء دافئا، قد وتخشى من وقع الماء البارد على جسدك، فهذه مكراهات من المكاره، فتسبغ الوضوء، تغسل الأولى والثانية والثالثة، ليس واجبا، ماشي واجب، ولكن هذا كيتسمى من أراد أن يحصل هذا الورد الرفيع الذي يجعل صلاتك موريدا للخير ينهمر عليك بالأنوار والبركات والحسنات. طبعا إذا تحقق الضرر بشيء فالله جل وعلا رفع عنا الضرر، لا ضرر ولا ضرر، ولكن كل هذا في حدود انعدام الضرر، يعني اللي عنده شيء عذر شرعي ولا شيء حاجة أخرى ما كان تكلموش معه طبعا. وقد تكون المكراهة ليس مادية ولكنها معنوية ونفسية واجتماعية، كل هذه معاني كما يقع للرجال والنساء في هذا العصر. إنسان لبس اللباس دياله عصري، موظف في مكتب أنيق في شكل ذي بريق، ويجي وقت الصلاة وما مضيش، غادي يخسر واحد العداد ديال التركيبة اللي مركب من حلاقة الشعار وشكل اللباس وكذا وكذا لآخره، وما خصوش يتني حوايجو باش ما يوسع شاي الكم ديال التريكو، ما يتلف شاي الكومبلي، واحد العداد ديال متاعب خلقت على الحضارة المدنية المعاصرة متاعب. هذه أيضا من المكاره، إصباغ الوضوء على المكاره. لا يأتي زمان إلا ولحديث رسول الله كما لكلام الله بيان جديد إضافة إلى البيانات التي قدمها العلماء في التاريخ. حقيقة هذا من مواكبة الكتاب والسنة لأحوال الزمان والإنسان. أما النساء فحدث ولا حرج، كيف تصنع بأصباغها وألوانها وأشكالها لتسبغ الوضوء على المكاره، وقد أنفقت في ذلك مالا وأتلفت في ذلك وقتا وأهدرت طاقة، ثم يأتي الوضوء بعد ذلك لينسخ كل تلك الأكاذيب، إنما هي أكاذيب في الحقيقة. فمن أراد فعلا أن يرتقي هذه المنزلة ليكون من المرابطين بصف الصلاة بين يدي رب العالمين، فعليه أن يستجيب لتوجيهات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يشرب من هذا الورد العذب الذي يجد العبد الذي قد ذاقه حقا حلاوته. ماء الوضوء لا يشرب، يعني لا يشرب لما كتوضأ ما كتشربش، ولكنه يشرب بطريقة أخرى، يعني المتوضئ حينما يدرك ما يصنع ويبصر، فإذ يلقي الماء على وجهه أو على عضوه في يده أو رجله فكأنما يشرب. لما لذلك الماء على روحه من آثار الري، يعني صحيح أن الإنسان اللي كيكون عطشان وتكب الماء في الحلق ديالك كتشرب واحد الراحة ديال نزول الماء على حرارة العطش، فكذلك العبد المؤمن حينما تنزل قطرات الماء ودفقات الماء على أعضاء الجسم وهو يتوضأ لله أو يغتسل لله فترتوي الروح وتشرب النفس، لأن هذه الروح التي بين جنبيك وهذه النفس التي بين ضلعيك ودفتيك تشرب من جوارحك ومن وجهك ومن أقدامك، تشرب ماء الوضوء لأنها تخف وتنشط وتغتسل من آثامها وذنوبها. وقد ثبت في الأحاديث الصحاح أن الإنسان إذ يتوضأ كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا مضمض أي غسل فمه
تقاطر من فمه كل خطيئة أخطأتها شفته مع آخر قطر الماء. وكذلك إذا غسل وجهه تقاطر من وجهه كل خطيئة أخطأها وجهه، يعني بالعين أو بالأنف أو بالأذن أو بأي شيء من جوارحه مع آخر قطر الماء. وكذلك إذا غسل يده تقاطر كل ذنوبه من يده، من كل خطيئة أخطأتها يداه مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بعبارة الحديث، لأنما حكيت معناه. الوضوء مطهر، انت كيبالك راك ينزل وسخ المادي، لا، قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك ينزل وسخ النفس وأضران النفس، ولذلك تشرب الروح فعلا من هذا الماء. الوضوء كان من عبادة الأولين السابقين، لكن اختصت به هذه الأمة في أنه بقي فيها وحدها وانقطع في من سلف، اختصت بهذه الأمة. فلذلك وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بالغر المحجلين. الغر جمع أغر، هو ذاك العود اللي كيكون كحل الأحمر وفيه واحد اللون بيض، واحد نطعة بيضة بجبهته كتبان من البال، فهذه غرة، وهذا الحصان أغر. والتحجيل هو ذاك البياض اللي كيكون عنده في رجليه، كيعطي جمالية عجيبة ملي يكون العود أحمر ولا كحل وعنده البياض في رجليه. فأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تبعث يوم القيامة غرا محجلين، قال من أثر الوضوء، فمن شاء فليطل غرته وتحجيله. حديث حقيقة في الوضوء عجيبة جدا، فمن علم هذا فإنه يجد راحته وليس تعبه في إصباغ الوضوء بالصيف وبالشتاء يستويان. يعني محبة العبد للوضوء محبة، يوجد الإنسان فيه محبة وحلاوة فعلا في كل فصل، بل كلما شعر المؤمن بأنه يجد عانة في التوضؤ كلما وجد الرغبة في حمد الله وفي شكر الله أنه كان من المتوضئين. وكثير من الخلق لم يعرف الوضوء إلى بدنه طريقا حياته كلها، يعيش كالجيفة، وخيغسل بجافيل فيكون واسخا. لما؟ لأن هنالك أوساخا أخرى من غير أوساخ البدن المادية، أوساخ ترتبط بالنفس لا تتطهر إلا بالوضوء وبالاغتسال الشرعي التعبدي. شيء عجيب جدا، ها أنت ذا قد تغتسل في النهر أو في البحر، فإذا فقدت نية التعبدي لا تشعر بشيء، بينما أنك تغتسل أو تتوضأ بقليل من الماء مع نية التعبدي تشعر كأنما تطهرت تطهرا عجيبا كاملا شاملا. يعني الإنسان بلا نية يقدر يعوم ويغسل مزيان بالصابون بكل شيء، ولكن مادام أنه ما عندوش النية ديال العبادة بالوضوء ولا بالاغتسال ما كيحسش بأنه دار شي حاجة، وخارج غسل وتنظف. وسبحان الله العظيم اللي دير النية ديال العبادة أنك تغتسل تعبدا لرفع الجنابة أو لصلاة الجمعة أو لأي شيء شئت من العبادات المشروعة أو لرفع أثر الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة أو غير ذلك، يشعر الإنسان كأنما ولد من جديد، وكأنما هو طائر قادر على التحليق بجناحين لما حصل له من خفة الروح ومن نشاط النفس. هذا الأمر العجيب لا يجده إلا العبد المتوضئ، أما الذي لا يتوضأ لا يعرفه. لما تقيل؟ لأن الأوساخ النفسية تثقله وتثبطه. إصباغ الوضوء على المكاره ونقل الأقدام أو كثرة الخطى، ولكل عبارة من الروايتين بجوز صحة، نقل الأقدام وكثرة الخطى دلالة خاصة. كثرة الخطى أي أنه يستجيب لكل الأذانات، ما كينش الأذان اللي ما كيقولوش البيك أنا جاي. إذا أذن للصبح خرج إلى الصبح، إذا أذن للظهر بادر إلى الظهر، إذا أذن للعصر المغرب العشاء، دائما تجده بعد كل أذان قد سلك الطريق إلى المسجد ذللا. هذا كثرة الخطى. نقل الأقدام شيء آخر، هو من حيث المعنى العام بحال بحال، ولكن له خصوص، وذلك حينما يتردد قلبك في منزلك أو في مكتبك أو في تجارتك، خرجوا لا خرج، خرجوا لا خرج، خرجوا حاير، فأنت تريد والشيطان يثبطك، فأنت تحتاج إذن إلى نقل الأقدام، حلك تقلع القدم ديالك من الأرض وتنقلها. فالحقيقة ما الذي ينقلك؟ الأقدام تنقلك واللي تنتك تنقلها، فأنت تنقل أقدامك، يعني أنت بحل الأقدام ديالك أنت اللي هزها مش هي اللي هزك، مع أنه عمليا الأقدام ديالك هي اللي هزك وهي التي تنقلك. لا،
الفعل هنا أسند إلى النفس، إلى الإرادة، لأن تمكي المشكل وتحيد الفعل من الرجلين، لأن الرجلين ما هما إلا آلة، إذا صدر القرار في النفس تحركت الآلة، وإذا لم يصدر القرار تحس برجليك تقال ما فيهم يتحركوا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ونقل الأقدام إلى المساجد، تعزيم عزمة الاستجابة لله وللرسول إذا دعاك لما يحييك، حينما يقول حي عن الفلاح فتستجيب. جعلنا الله وإياكم من المستجيبين على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أن تنتظر الصلاة بعد الصلاة له معنيان. المعنى الأول الظاهر، يود المغرب وتبقى جالس في الجامع حتى العشاء مثلا، أو بين أي صلاة من الصلوات حسب ظروفك، هذا انتظار. ولكن له معنى آخر أعمق وأدق، وهو الانتظار النفسي الوجداني. نعطي واحد المثال: حينما تكون تنتظر مسافرا قريبا، واحد جاي في التران ولا في الطيارة، فانتظارك له يكون بمعنيين. المعنى الأول هو الظاهر، كتمشي لمحطة القطار ولا تمشي للمطار وانت كتسنى، هذا انتظار. ولكن معنى آخر كيكون أعمق، كتكون في دارك ولا في العمل ديالك، ولما بقلبك من شوق إلى هذا القريب الذي سيأتي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو شهر أو ربما عام، تنتظره، عايش معه في الفكر ديالك، دابا يجي في التاريخ الفلاني يمكن يجي في كذا، مهوس به، مهتم به، هذا انتظار. ومن أهم معاني انتظار الصلاة أن يكون للعبد هم الصلاة في قلبه. يمكن تصلي المغرب وتخرج من الجامع، ما تقلش حتى العشاء، ولكن غادي الخدمة ديال كل الشغل ديالك وانت رافد الهم العشاء، يا ربي فين غادي تشدني هاد العشاء، عندها تشدني في الموضع الفلاني، وفين الجامع ما كاينش، ولا تنقض لي الوضوء، واش كاين شي موضع نتوضا فيه، واش كاين كذا. فانت اذا مشتغلون بهم الصلاة، انت منتظر للصلاة بعد الصلاة، وهو رباط ايضا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرباط في اللفظ القرآني والسني هو المكان اللي كيربط فيه الجندي، موضع العسى في الجبهة، حيث يكون يرقب العدو، رد البال العدو يمشي يجي ولا يهجم. فهو إذن لفظون يدل على نوعين من الحرص واليقظة استعمله النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة للذي حرص على صلاته بهذا الميزان، بميزان المجاهد في سبيل الله، والذي يستيقظ أو قلبه يقظ لأمر الصلاة، يقظة الحارس لثغرين من الثغور في سبيل الله. فكذلك يقظة العبد المحب المرابط بين المساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة. ولذلك جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام عهدا وويردا، ورد. فإذا أمن العبد ورده هذا كان له بإذن الله مسلكا آمنا مطمئنا إلى الله جل وعلا، وإلى مقامة الرضا، وإلى مقامات الرضا الرباني العالي. هذا ورد الأول اللي خص المؤمن يشد فيه فعلا. الثاني هو القرآن، القرآن الكريم الذي لم يزل رسول الله عليه الصلاة والسلام وبالتشبث به وبتدبره وبتلاوته وبمدارسته وبمجالسة أهله عند ذكر الله به تلاوة ومدارسة وإلى غير ذلك من المعاني التي تتعلق بالقرآن، والآيات في ذلك أكثر من أن تحصى، والأحاديث، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين، كثير كثير إلى غير ذلك من الآيات مما بثه الله جل وعلا في كتابه حرصا على المسلمين ألا يضيعوا هذا السبيل وهذه الطريق وهذا الحبل الذي يربط بين السماء والأرض، الذي يربط بين الله وبين عباده الصالحين المتمسكين الذين يتلون. وأنا أتلو القرآن، يتلون، يتلون كتاب الله متمسكين به، متدبرين لآياته، يقرؤون فيه أنفسهم ومجتمعهم وزمانهم. هؤلاء هم الذين يتلونه حق تلاوته، أولئك يؤمنون به. والمؤمن مطلوب منه أن يرتب على نفسه وردا من القرآن، تلاوة بالنهار أو قياما بالليل. الورد ديال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ما كانش كيقرأ هكذا، كان كيقرأ صلاة، صلاة بليل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قوله:
من فاته ورده بالليل فقرأه في النهار ما بين الشروق والظهر كان له كمن قرأه بليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني اللي ما قراش القرآن دياله بالليل إيش معنته؟ يعني اللي ما دارش قيام الليل بالقرآن، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام استعمل عبارة القرآن في التعبير عن قيام الليل بالقراءة، كما هو منصوص عليه في سورة المزمل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. إن ربك يعلم أنك تقوم، ما محل الشاهد، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا. هذا فقرأوا يفسرها قوله إن ربك يعلم أنك تقوم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل قيام الليل. فلما جاءوا قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، معناه أي قوم الليل على قدر طاقتك، وعبر فقرأوا ما تيسر من القرآن على اعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن مصليا، الحزب دياله ما كيقرأش هكذا بإطلاق، لا كيقرأ وهو قائم يصلي، ولذلك قال لفة الحزب دياله بالليل، مش يعني جالس ما كيقرأ وكان، لا كان يصلي بليل وداه النعاس، فاتوا النعاس ما قدرش يقوم الليل، فإذا فاته بليل على غير تكاسل منه وقصد فقرأه ما بين الشروق أو ما بين الغداة وصلاة الظهر، يعني فقت الضحى صلاه ضحى، ذاك قيام الليل بدل ما تديروا قيام الليل كتردوا أنت ضحى، فإذا صليته ضحا وقرأت القرآن وأنت تصلي ركعات الضحى جعل الله لك أجر قيام الليل. ولكن طبعا هذا لمن كان دأبوه هكذا، يعني مولف هو كيدير قيام الليل، واحد الليلة دا الناس الكمال لله بنادم ضعيف، الله تعالى وسع عليك رحمة منه وفضلا فعوض لك أو أعطاك إمكانية التعويض بالنهار، مدام أنه ارتحت مزيان بالليل ونعست مزيان يوضح أنا إذن يمكنك أن تقوم الليلة بالنهار، وهو أمر عجيب غريب يدل على سعة رحمة الله جل وعلا. فالقرآن إذن كان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا قراءة بليل، لكن ماشي ضروري عاود يكون قراءة بليل ولا ما يكون ولو، لا ممكن للإنسان أن يتلوه مطلقا بالغداة والعشي في أي وقت على حسب اليسر دياله، قاعدا أو قائما مصليا أو غير مصلين كيف ما كان ممكن فهو خير من لا شيء. والقارئ للقرآن إنما يستفيد منه حقا إذا تدبره وتبصره، يعني ما يبقاش الإنسان غير يقرأ القرآن هكذا بشكل يعني أشبه ما يكون بالعمل اللا إرادي، البال ديالو طايش. حقيقة أن قارئ القرآن رتب له من الأجر بكل حرف حسن، إن لقارئ القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشرين أمثالها، لا أقول ألف لام حرف إلى آخر الحديث معروف، ولكنه يزيد فضلا وأجرا وارتقاء بمقامات الإيمان إذا تدبر القرآن، يعيش معاني القرآن على قدر طاقته، ينزل الآيات على نفسه، كل آية رها ميزان كتوزنك انت الاول، انت الاول اللي كتقرا كتوزنك هذه الايه، فزين نفسك بميزانها. انا اذن يتبين لك وضعك وقيمتك ورتبتك، حد ما كيسق لك الخبر غير انت وملك اللي خلقك فوق منك سبحانه وتعالى، فكتعرف شحال باقي لك المعدل وكتعرف شحال راك ناقص على المعدل، وتعرف يعني ايضا شحال قطعت ديال المسافه، فتحمد الله جل وعلا وتساله الغفران وتساله التسديد وتساله الترشيد، فكتكون الآية مناسبة أو مرآة ترى فيها نفسك، والآية أيضا مرآة ترى فيها المجتمع وترى فيها الزمان وأحوال الزمان، ترى فيها الزمان وأحوال الزمان، وهذا هو التدبر، لأن التدبر هو النظر في العواقب، هذا المعنى ديال التدبر، العاقبة ديال الحاجة، يعني إذا غابت الآية عن النفس ما عاقبة هذه النفس، إذا حضرت الآية في النفس ما عاقبة هذه النفس، يعني المآل النتيجة. وهذا من أهم العبادات في القرآن، وهو الذي يعطي للعبد صفة الربانية، والربانية من أعلى مراتب الإيمان، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي الكتاب، ودراسة الكتاب تعلم أحكامه وحكمه، مش غير الأحكام، الحكم أيضا، ولا كمال لعلم
فيه الأحكام بلا حكام. يعني اللي عنده الأحكام وما عنده في الحكام بحال عنده واحد سلاح وكيوضفه في غير اتجاهه الحقيقي، أو عنده واحد زريعة وكيرميها في الأرض اللي ما كتنبتش. إذن لا قيمة لما عنده. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يعلم الأحكام مع الحكم، ما كيفصلهمش، ما يعطيكش الحكم بلا حكمة أبدا. ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الأحكام معزولة عن حكامها، والحكام مغزى الحكم وكيفية تطبيقه على قدر زمانه وإنسانه وأهله، وهذا نور يؤتيه الله لمن يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما عمر ما كان الكتاب معزول عن الحكمة، ولذلك قال العلماء الحكمة السنة. نعم، لكن ماشي بالمعنى يعني الشكلي وتجي تفسرها هكا بشكل مدرسي حرفي هو القول والفعل والتقرير، لا أبدا. ما السنة؟ السنة هي منهج وطريقة للتخلق بالقرآن، هي السنة في الحقيقة ديالها. لأنه السنة في العربية قبل يعني الإصطلاح الديني الإسلامي في العربية هي الطريقة، سنة. فطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلق بالقرآن هي السنة. ما نقول التخلق ما يجيش اللي بالعود المعنى الكنسي النصراني ديال الخلق، نشحن واحد الأخلاق عنده في مخه هي غير خضرة فوق الطعام، هذا غلط. الأخلاق صفة جامعة مانعة لكل تصرف بشري في الفكر والوجدان أو في الجوارح أو في الكلام أو في أي شيء، وبذلك الأخلاق تجمع القول والفعل والتقرير. وهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالت عائشة في الحديث مسلم كان خلقه القرآن، القرآن كله كان خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وش بقي إذن؟ فمن هنا كيفية تعامل الرسول مع القرآن، ذلك هو السنة النبوية، فهو معنى شامل. لكن تفسير السنة بأنها قول وفعل وتقرير هذه خدمة ديال الفقهاء باش يستنبطوا الأحكام، هذا أمر يختص بعلماء الفقه لأن شأنهم استنباط الأحكام والإفتاء. أما الفقه العام اللي هو فقه الدين الذي يتعلق بمعرفة مقاصد الدين فالسنة هي أوسع من هذا بكثير، وقد ذكرت أنها تتعلق بكيفية كيفية التعامل مع كتاب الله جل وعلا في كل شيء. فالتدارس للقرآن والتدبر للقرآن وكل هذه المعاني تنتج الربانية، لأن الرباني من تعلم الأحكام والحكم فهذا ورد لا بد للمؤمن أن يشتغل به وأن يبحث عنه أين كان وأنا كان. قرآن تصغي إليه، تستمع إليه، تجلس إليه، تتلوه، يتلى عليك، تنصت، تشتغل بتعلمه بمدارسته بالحج إلى مجالسه حيثما كان مسجد يدرس فيه القرآن، يفسر فيه القرآن، يتدارس الناس فيه القرآن، فذلك مجلس تشهد الملائكة كما هو معروف في الحديث المشهور. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. بركات، بركات وأنوار تجلل مثل هذا المجلس. هذا ورد ينبغي للعبد أن يحرص عليه كما يحرص على حياته بالأشد، وبه يحفظ عهد الله جل وعلا في نفسه. الثالث والأخير الذكر اللساني، وهذا الذكر اللساني هو اللي مشى ليه الفهم ديال الورد بوحده. هو ورد لكن ماشي بوحده، بل أوراد الدين كثير وانتخبت منها أهمها مما يحفظ تدين الفرضي بشكل عجيب جدا بهذه الثلاثة. لأنه الإنسان إذا مشين شد في وحدة كيوقع له تضخم جانب على جانب آخر، وقد رأيت بعيني قوما يحفظون الأوراد ويشتغلون بها اللسانية، شيء عجيب، لا يصلون، ما قيمته؟ هل كيكب الماء في الرملة؟ لا شيء. هذا إذن ميزان مقلوب، فلا بد للذاكر باللسان أن يكون قد حقق الذكر بالجنان، ولا بد لهذين الذكر باللسان وبالجنان اللي هو القلب أن يكون قد سبقهما ذكر بالأعمال. الأعمال ذكر، الصلوات والتلاوات للقرآن المجيد ذكر. فإذا كان للعبد ذلك لا بد له من ورد لساني يتلو آيات
يتلو أدعية، تسبيحات، تهليلات، تمجيدات، تكبيرات، مما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث أيضا وفيرة كثيرة. وقد كان الأنبياء والربانيون والصالحون يذكرون الله بالغداة والعشي. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وكان داود عليه السلام نبي الله يذكر ربه بهذين الوقتين، البكور الصباح أول الصباح، والعشي اللي هو الأصيل بالغدو والأصال. الأصال جمع أصيل، وهو هذيك العشية اللي كتبرد فيها الشمس وكتولي اللون ديالها ذهبي وباردة، كيكون جو لطيف جدا قريب المغرب، يعني ساعة قبل المغرب حتى النص ساعة، كل ذلك يسمى أصيلا، وهو مجلس للذكر عجيب. حتى الأشجار والطيور في تلك الأوقات تذكر ربها جل وعلا. فإذا استطعت أن تغنم تلك الفرصة فتجلس لذكر الله جل وعلا بمجلس ذكر، كان لك اغتنام فرصة هي وقت يحمل سرا، هو سر الاتصال بالله جل وعلا على عهد الأنبياء، يعني الطريقة ديال الأنبياء والصديقين والربانيين. حينما ذكر الله جل وعلا داود في القرآن قال سبحانه وتعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة بالعشي والإشراق. يا جبال في الآية الأخرى، يا جبال أويبي معه الطير، تأويب ترجيع والترديد، يعني هو يقول وهي تقول، شيء عجيب جدا في الحقيقة. حينما يسبح داود ربه فتسبح الجبال أيضا ربها، وتسبح الطيور أيضا ربها، كذلك يقع لك. لكن الفرق أن لداود معجزة أنه يسمع ذلك ويعرفه، لكن أنت تسمعه بأذن النفس وتعرفه بالقلب. حينما تدرك هذه الحقائق ترى الأشجار بعين البصيرة أنها تذكر ربها. إذا هبت ريح، إذا تحركت نسمة، إذا تحركت أغصان، إذا سكنت أغصان، ذكرت الله جل وعلا على كل حال. وكذلك الطيور وكل الخليقة من غير الإنسان، لأن الله عز وجل قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، نسأل الله العافية. فهذا الذكر غذاء روحي لا يستهان به، فيه عصمة وفيه سداد ورشاد. عصمة، الله جل وعلا بهذا الذكر يعصمك، لكن طبعا اختار له من القرآن ما نبه إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن السنة ما اشتهر من السنة واستفاض. والربانيون من المربين عبر التاريخ عندهم أوراد كثيرة، لكن جميعهم كيتلقاو في واحد العناصر أربعة ولا خمسة. علاش؟ لأنها متواترة في الحديث، واللي ما عندوش يعني مشى جاب أذكار أخرى غريبة ونقص هذه راه قلب الدين. يعني واحد الخطأ كبير كيوقع الإنسان أنه يجيب شي صياغ اللي غريبة بزاف بعيدة، ويخلي الصياغ النبوية اللي واضحة وسهلة، ظنا منه أنه من اللي كيجيب هذيك الصياغ البعيدة زعما جاب شي حاجة ما عندش الناس. خلى الأحسن الأحسن، خلى يمكن يكون مشى الحسن ويمكن يكون مشى السيء مع الأسف. واحد من علماء الحديث جال عنده واحد التلميذ ديالو، قال له: يا فلان، لما لا تروي الحديث عن فلان بالبلد الفلاني؟ فإنه يحدث بغرائب. يعني قال له: سير روي الحديث على فلان، راه هذاك فلان عنده شي أحاديث غرائب، يعني ما كيناش، ما كتدورش، كاين غير عنده، سير جيبها. قال له الآخر ذاك العالم، قال له: من غرائبه فررنا، لأن الأحاديث الصحيحة راه مشهورة كتدور. هذاك اللي عنده الغرائب علاش بوحده هو عنده؟ نزل عليه الوحي، لا تكون إلا ضعيفة أو موضوعة أو في طريقها شيء أو في سندها مقال. من غرائبه فررنا. أبو الأسود الدؤلي مشهور تابعين، تلميذ الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجهه، جاء واحد تلميذ دياله، يعني أبو الأسود الدؤلي جاء تلميذ دياله، فحدثه بلغة غريبة، جاب له واحد العربية غريبة. وأبو الأسود مشهور بأنه كان فصيح، حتى أنه نسب إليه وضعوا علمي النحو، هاني يعني ممكن في العربية فصيح. فهو سمع ذاك التلميذ ديالو شاب صغير تكلم بواحد الكلمة غريبة ما فهمهاش، قال له: ما هذا؟ هذاك بغيت تفخم عليه ذاك التلميذ، قال له: هذه لغة لم تبلغك. قال له الشيخ: لا خير لك فيما لم يبلغني يا ولدي. اش كيقصد له؟ زعما هاد اللكنة هذه راك تعلمتها من عند الفرس اللي عاد سلموا، وهذوك ماشي عرب، راه جايبين واحد اللغة أخرى، هذه ماشي عربية. لا خير لك فيما لم يبلغني يا ولدي. ولذلك يعني أصول الذكر، يعني الأركان دياله الذكر السني،
الأصول. إنما باش نكون واضحين، ممكن الإنسان ينشأ يعني يستعمل من عندهم التعبير دياله أذكر، هذا لا تحريم فيه ولا قطع فيه، ممكن جائز. وغادي نجيب لكم بعض الأدلة على جوازه بحول عز وجل. ولكن الأفضل، الأفضل قطعا أن يحرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من صياغ، من الصياغ المشهورة. يعني ممكن الإنسان يجيب التفاصيل كثيرة، ولكن يجيب لكم الأمهات بإذن الله. استغفار، سيد الاستغفار، لا توجد صيغة أفضل منه على الإطلاق، ومن زعم ذلك فقد كذب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سيدنا رسول الله يقول لنا سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل على أقل مرة واحدة، ثم إن شئت أن تكثر فقل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وقد صحت بها العبارة الصحيحة المليحة بسندها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والاستغفارات كثيرة، كلك دير أي صيغة بشرط ما تنقضش في أصل من أصول الدين الاعتقادية والعملية. فإذن الاستغفار بصفة عامة أصل من الأصول، يمكن لك تستغفر الله تعالى بآية، كما كان استغفار يونس عليه السلام ونادى في الظلمات لا إله إلا أنت، تقول أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد ورد يعني في هذاك الحديث الآخر أن من استغفر الله بتلك الصيغة، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، حطت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وقد حققت هذه الصيغة في الحديث وهي صحيحة الإسناد، وراء عندي التخريج ديالها على كل حال لا يحضروا الإنسان. فإذا الاستغفار المؤمن يعني يدوز عليه النار ولا يستغفر الله، هذا غلط، سهو كيوقع الإنسان. يعني إيش من الدنيا هذه اللي غفلتك ما تستغفرش الله تعالى، معنى أنه أنت ما دير حتى ذنب سالي، هذا غير صحيح. نحن غارقون في ذنوبنا وآثامنا، الذنوب تحيطنا من فوقنا وتحتنا وإيماننا وشمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا، ونحتاج إلى استغفار كثير. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يغان على قلبي، قلب ديالو كيتغم عليه الصلاة والسلام، حتى استغفر الله أكثر من 70 مرة. وثبت عنه أنه استغفر أيضا 100 مرة، كل إنسان يردد الاستغفار 100. فإذا ترداد ذكر الله جل وعلا بالاستغفار أصل من أصول الذكر اللساني. أيضا التسبيح له صيغ كثيرة، من أشهرها صيغتان مشهورتان ولهما أجر عظيم. الصيغة الأولى اللي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وهي قوله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. هذه الصيغة من أثقل الموازين تسبيح، عظيمة جدا، فيها تمجيد لله وتنزيه لله سبحانه وتعالى وثناء على الله، لا يقارن ولا يبارى بأي شيء آخر مثله. والصيغة التي أوصى بها إبراهيم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهي صيغة أيضا نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي في صحيح البخاري وفي غيره من الصحاح. فلذلك أيضا لا ينبغي أن يخلو لسان العبد ليوم كله من تسبيح، وحق الله عليك أن تسبحه، وأيضا فرض عليك أن تستغفر تأدبا مع الله جل وعلا وطلبا للمغفرة. فالاستغفار والتسبيح والتوحيد أو التهليل، أي قول لا إله إلا الله التي بها يتجدد إيمان العبد. وفيها صيغ أيضا من أهم تلك الصيغ، صيغة الأنبياء، خير الدعاء في الحديث، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيها حديث آخر أن من قال ذلك 10 مرات، شيء عجيب جدا، كانت له كعدل 10 رقاب، أو كانت له عدل 10 رقاب، يعني بحال حررت 10 ديال الرقاب في سبيل الله، وحط عنك بها 10 خطيئات، ورفعت بها 10 درجات، يعني أشياء غريبة جدا. وكانت لك حرزا يعني حماية وحفظ يوم كذاك حتى تمسي. تهليل أي توحيد الله تعالى بلا إله إلا الله شيء عظيم جدا، ما ينبغي للعبد أن تمر عليه 24 ساعة دون أن يذكر الله بلا إله إلا الله، فما بالك بمن يمر عليه شهر سنوات، مصيبة.
فلذلك هذا من أسباب جفاء القلب وقسوته، لأن الذكر اللساني من شأنه أنه يرطب القلب ويلينه، والقلب اللين أقرب إلى الله، وقد ثبت في الحديث الصحيح وأقربها أي القلوب إلى الله ألينها وأرقها، وإنما تلين القلوب وترق بالذكر. بنص الحديث الآخر كلها صحة، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهنا ذكر الله عز وجل هذا لساني، ما مقصودش به العملي أو شيء حاجة أخرى، لساني، لأن النص واضح، قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالرطوبة النداوة الطراوة، وإنما المقصود الرطوبة المعنوية والنداوة الروحية التي تنزل على القلب بردا وسلاما. فإذا جمع العبد استغفارا وتسبيحا وتهليلا بقي له أن يكبر ويحمد، التكبير والحمد، الحمد لله والله أكبر. ولك أن تقول الصيغة الأخرى المشهورة، تجمع التسبيح والتحميد والتكبير، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. قالها صحابي في الصلاة خلف رسول الله، فالتفت بعد أن سلم عليه الصلاة والسلام، قال من قال الكلمة آنفا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع شي واحد قالها في الرفع من الركوع أو عند تكبيرة الإحرام، سمعوا شي واحد من الصحابة قال الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال الكلمة آنفا، شكون اللي هضر؟ حتى واحد ما بغى يتكلم، يعني الصحابة دهشوا، وهذاك اللي قال دهش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال خيرا، عاد قال له أنا يا رسول الله. فحينما تكلم الصحابي المعلوم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام عجبت لقد فتحت لها أبواب السماء، يعني هذه الكلمة هذه الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لقد فتحت لها أبواب السماء. فلذلك أيضا يمكن أن يجعل الإنسان مثل هذه الصيغة أو هذه العبارة ثابتة بالصحيح صيغة للذكر. الأصل الخامس من أصول الذكر القولي اللسان النبوي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت بحديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء الذي يدعوه المؤمن لا يزال محبوسا حتى يصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، من اللي يطلب الله تعالى أدعية وكذا كيبقى ذاك الدعاء واقف ما كيتطلق حتى كدير معه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يكون هذا نوعا من الدعاء وليس كل الدعاء، وقد يكون كل الدعاء. على كل حال أن هذا الحديث قد حسن، حسن سنده، العمل بالحسن طبعا واضح لا خلاف فيه، لكن قد يكون حسب ما أرجح والله أعلم قد يكون نوعا من الدعاء وليس كل الدعاء، لأنه ثبت أيضا بأحاديث أخرى أن الله يستجيب الدعاء حتى ولو لم يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، كدعاء الكافر، الكافر قد يجيب الله دعاءه في بعض الأحيان. وقال العلماء إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، هذا في الحديث شيء قول العلماء، قال في رواية أحمد وهي صحيحة ولو كانت من كافر، فالكافر ما غادي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستجيب الله دعاءه. والمضطر أيضا، مضطر يكون في حالة الضرورة وحصل، فإذا دعا بإخلاص أجابه الله ولو كان كافرا، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تزين الدعاء وتجعله أكثر نفاذا في الطريق، وتنفتح له أبواب السماء أكثر ويلقى القبول أكثر ويكون أطيب. ولذلك المؤمن رابح بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والبخيل هو فعلا الذي يذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فهو حق رسول الله على هذه الأمة كبير، حق الرسول على الأمة كبير، ومن واجبنا وأداء حق المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ألا ينسى العبد الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجعلها ضمن ورده ويصلي عليه عشرا على الأقل. ومن أفضل الصياغ على الإطلاق الصلاة الإبراهيمية، وقد ذكرت ذلك في غير هذا المجلس، الصلاة الإبراهيمية أرفع صلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني اللي كيحب سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام محبة حقيقية خالصة، ما يخليش الورد ديالو ما في شيء الصلاة الإبراهيمية، لا يغتر بأقوال المربين والزهاد والعباد الذين قد يقول بعضهم ماشي كلهم، ماشي كلهم، بعضهم كيجيب صيغة كيقول لك فضل من الصلاة الإبراهيمية، غلط غلط بالقطع،
وضلال أيضا، مش غير غلط، غلط وضلال، لأنه يجي واحد ويقول لك هذه أفضل من الصلاة الإبراهيمية، شكون اللي أعطانا الصلاة الإبراهيمية؟ إنما هو رسول الله كيف تفضل صيغة أنشأتها أنت قد يعتبرها الخطأ، لأن أنت يمكن تغلط والرسول معصوم وفيها صيغة الأمر. هذا السلام عليك قد علمناه يا رسول الله، فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لكن ايش حسمنا هذه من أسرارها؟ هذه فيها أسرار كنوز، وبنادم اللي كيشوف غير السطح ديال اللغة كيسحب له تما حدا، ممتدة امتدادا في الغيب لا يعلم مداه إلا الله، شي غريب فيها، ولكن لمن كشف الله بصيرته بالحق على الآيات. فيها سيدنا إبراهيم، وإبراهيم كما هو محبوب عند الله جل وعلا محبوب عند رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فذلك أبوه وذلك جده عليه الصلاة والسلام. ثم كان إبراهيم صاحب الخلة التي لم ينلها أحد من العالمين قبله، ولم ينلها أحد من العالمين بعده إلا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جوج ديال الأشخاص في تاريخ النبوة وصلوا لواحد المرتبة معينة كتسمى الخلة في النبوة، وصلها سيدنا إبراهيم وصلها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم سيدنا محمد هو سيد الأولين والآخرين وخير من سيدنا إبراهيم، ولكن بمعنى آخر ماشي بهذا المعنى ديال الخلة، هذه بوحدها. فأما هذه الخلة فأول من حققها فإنما هو إبراهيم، وتابعه فيها ابنه رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وفيها أحاديث كثيرة، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة في العربية، خلينا دابا من الصياغ القرآنية والحديثية نفهموها في العربية باش يمكننا نفهموها في القرآن. الخلة هي الصحبة اللي كيشركوا فيها الصحاب كل شيء، يتخاللان رزقي رزقك، مالي مالك، ديالي ديالك، بحيث أنه كيولي انت هو هو وهو هو هو، ما كيفرق بيناتكم، واحد الصحبة كبيرة جدا. منين؟ من المحبة. التخالل هو دخول الشيء في الشيء، كتقول خلاله، يمشي خلال الشجر، يعني الشجر من هنا ومن هنا. وإذا كانت المحبة قد بلغت درجة من الاشتباك والاشتراك سميت خلة، هذه في العلاقات البشرية، في العلاقات البشرية. ومحبة الله جل وعلا حينما تقع من عبدين من عباده وتصل إلى درجة الفناء في الله، خلينا نشرح هذه العبارة، وقد شرحها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بكلام نفى عنها الشطحات والخرافات، ولكن أيضا بينا حقائقها النورانية الربانية كما صحت عند المربين من السلف الصالح والعلماء المحققين. حينما يشعر العبد أنه لا يملك شيئا حقيقة، إنما المالك الله جل وعلا، وتنقطع كل علاقات التراب وتبقى علاقة واحدة بينه وبين رب التراب جل وعلا، وذلك ما تحقق لإبراهيم، فني عن نفسه في الله جل وعلا، بمعنى أنه الأمور دياله الشخصية ما بقاش كيعتبرها، منذ أن قرر أن يذبح ابنه استجابة لأمر الله. يطلب منك أن تذبح ابنك فلذة كبديك استجابة لأمر الله وتفريدا لمحبته وحده، فذلك أمر لا يطيقه إلا من خصه الله بخلته، محبة كبيرة وتحققت لإبراهيم وأخضعه الله للابتلاء والامتحان فكان من الناجين. مشي سهلة، مشي سهلة نهائيا. ولذلك اتخذ الله إبراهيم خليلا، وبقى بوحده عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم وهو جد الأنبياء، شدها لم يصل إليها أحد بعده من الأنبياء حتى من أولي العزم، حتى جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبلغها وقال بالحرف إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأيضا لو كنت متخذا أحدا خليلا، يعني من الناس، لاتخذت ابن أبي قحافة وهو أبو بكر خليلا. أما وإن صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، أما وإن صاحبكم قد اتخذ الرحمن خليلا. أنتم أصحابي أحبابي، ولكن محبة الخلة أعطيتها لربي، ما غاديش نعطيها لشي واحد آخر نهائيا. ولذلك قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، فهما في رتبة واحدة من حيث محبة الرب جل وعلا ومن حيث الخلة. دير حتى تعيا من الصياد، صلي على سيدنا محمد عدد ما شئت، الأنسام والذرات والإلكترونات، دير التعبيرات القديمة والمعاصرة، عمرك ما توصل الصيغة التي ارتضاها لنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه عالم ما فيها،
فقل ها واستند إليه عليه الصلاة والسلام. فإذا جمع العبد ذلك فقد جمع الخير كله. إذا جمع هذه الأمور كلها من الورد في الصلوات وورد القرآن وورد الأذكار فقد جمع الخير كله، وبه يحفظ دينه ما شاء الله. صلى الله لنا ولكم الثبات والعافية.